باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. اليوم التاسع من شهر توت المبارك أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم استشهد الأب القديس الأنبا بيسورا أسقف ميصيل، حاليا هي مليج مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك في عهد الإمبراطور دقلديانوس الجاحد. فحين علم هذا الأسقف أن دقلديانوس كفر وعبد الأوثان وأعلن الاضطهاد على المسيحيين، جمع شعبه وأوصاهم أن يثبتوا على الإيمان المستقيم ثم ودعهم، واتفق مع 3 آخرين من إخوته الأساقفة وهم بيسيخوس وفاناليخوس وتادروس، ومضوا إلى الوالي واعترفوا بالسيد المسيح ودافعوا عن الإيمان المسيحي، فعذبهم الوالي عذابا شديدا، لا سيما لما علم أنهم أساقفة وآباء للمسيحيين، وذلك ليجعلهم عبرة لغيرهم. ولما فشل الوالي أمام ثباتهم أمر بضرب أعناقهم، فنالوا إكليل الشهادة. أما جسد القديس بيسورا فوضع بشبين القناطر إحدى مراكز محافظة القليوبية، ثم نقل إلى كنيسة ملاجرجس بقصر الشمع بمصر القديمة. بركة صلواتهم فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 26 للشهداء استشهد الأسقفان القبطيان بيليوس ونيلوس، ومعهما إيليا الكاهن وواحد من الأراخنة، وذلك أنهم كانوا منفيين إلى بلاد فلسطين وكانوا هناك يعملون في محاجر، فتمكنوا مع آخرين من مواطنيهم أن يبنوا بعض الكنائس. ولما علم الوالي فاميليان بذلك أرسل إلى الملك جاليريوس يخبره بذلك، فأمر الملك بتعذيبهم، فأرسل الوالي هؤلاء 4 إلى فينون في بترا ببلاد فلسطين، حيث ألقوهم في النيران فاحترقوا جميعا ونالوا أكاليل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين.